النهاردة قديس أبو سفيان من القديسين المحبوبين لقلوبنا كلنا، بركة صلواته تكون معنا أمين. إنجيل النهاردة في جملة كده يقول إيه؟ فخاف التلاميذ من الكلام. هو الصراحة إنجيل النهاردة يخوف، إنجيل النهاردة يخوف، بس يخوف مين؟ خوف الجزدانيين، الناس اللي معتمدة على فلوسها، الناس اللي بصة لأرضيتها بس، الناس اللي سايبة أبديتها. ده كلام يخوف. إنما نفس الكلام اللي اتقال النهاردة ده كان سبب بركة لناس كتير، وكان سبب خلاص لناس كتير. الإنجيل يبتدي إن كان في شاب، وربنا ماشي على الطريق كده، طلع يجري وراه. هو الواحد بيطلع يجري ورا حاجة إمتى؟ ما يكون عاوزها، صح؟ واحد عاوز حاجة أو عاوز يلحق حاجة، فبيطلع يجري وراه لأن خايف لا تفوته. الشاب ده كان غني، ورغم كل غناه وكل الفلوس اللي كانت معاه كان مشتاق ان يروح ويشوف ربنا يسوع له كل المجد. وده يدينا مؤشر ان مهما يكون شبعك المادي هتفضل طول عمرك مشتاق لحاجة اكبر. يعني مهما كنت غني ومهما كنت معاك فلوس ومهما كنت مرتاح يفضل ليك اشتياق لحاجات تانية الفلوس ما تقدرش تشتريها. فده نفس وضع الشخص اللي موجود النهاردة. شخص غني معاه فلوس لكنه كان عنده جوع روحي. بس الجوع الروحي ده كان مختلط بحاجات تانية. يعني رغبته دي ما كانتش رغبة صادقة ان هو يروح ورا ربنا يسوع لهدف ربنا يسوع. لا، وكان عنده حاجات تانية جنبيه. فأول كلام يقوله إيه؟ أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ربنا طبعاً زي ما نقول كده ما بيخلش عليه الكلام بتاعنا ده. يعني ربنا عارف جوه قلب كل واحد فينا في إيه؟ فربنا قال له إيه؟ لماذا تدعوني صالحاً؟ يعني ليه بتقول لي أننا صالح؟ ليس صالح إلا الله وحده. الغير المؤمنين يمسكوا الآية دي يقولك بس امسك أهو، ما بيقول ليس صالح إلا الله وحده، معناه أنه هو مش الله، أنه هو نفع عن نفسه الصلاح، صح كده؟ بس بالعكس، ده الآية دي أكتر آية تأكد أن المسيح هو الله. لأن المسيح قال عن نفسه قبل كده، قال أنا إيه؟ الراعي الصالح. يبقى المسيح ما نفاش عن نفسه عن الصلاح. لكن المسيح هنا السؤال بتاعه بيسأل الشاب ده، بيقول له أنت بتدعوني صالح وما فيش صالح غير الله، فهل تؤمن أن أنا الله عشان تدعوني صالح؟ العكس هو الصحيح. يعني ربنا بيقول له ايه؟ انت مؤمن ان انا ربنا، ان انا الله، فبتدعوني صالح لان الوحيد هو الصالح هو الله. فهل انت جريك ورايا ده ومجيتك ورايا دي، هل انت جاي النهاردة عشان انت مؤمن من قلبك ان انا الله، ولا انت جاي لحاجات تانية؟ الشخص ده تظاهر انه عايز يكون تلميذ لربنا يسوع له كل المجد، لكن ربنا يسوع عارف الايه اللي جواه. يعني ربنا عايز يقول له حبيبي انت جاي ليه؟ وده سؤال ربنا يساله لكل واحد فينا. واحنا داخلين الكنيسه كده تلاقي ربنا واقف على الباب يقول لك داخل ليه؟ عاوز ايه النهارده؟ هل انت جاي فعلا عشان تقابلني، ولا جاي ليك اهداف تانية؟ في واحد يقول له ربنا جاي طالب غفران، يقول له تخش جوه تاخد الغفران بتاعك. انا يا رب عايز توبه، يقول له تدخل جوه تلاقي توبه. لكن في واحد يقول له ربنا جاي قبل الناس اللي على السطح فوق، ربنا يقول له انت مش جاي لي، انت جاي لهدف تاني. فعشان كده ربنا قال له ايه؟ لماذا تدعوني صالحا ليس صالحا الا الله. وبعدين قال له عايز تبقى صالح ترث الحياة الأبدية؟ قال له اه. قال له خلاص تعمل ايه؟ انت تعرف الوصايا. قال له انت مش عارف الوصايا؟ قال له ايوه. قال له خلاص هو ده اللي هيدخلك الملكوت. وكان ربنا عايز يقول لنا ان مفيش حياة ابدية خارج الوصية. يعني اللي عايز يكمل فينا حياته مع ربنا في الابدية ما قدموش غير حل واحد بس، ان هو يمشي في الوصية، ان هو يمشي في الوصية. القديس كيرلس الكبير يقول ايه؟
يقول حاجة حلوة قوي. في طيار ماشي كده اللي من دول هكلمكم عليه. يقول إيه؟ يقول لألا يظن أن المسيح يتحدث عن وصايا مختلفة. يعني المسيح قال له في الأول إيه؟ هتعرف الوصايا؟ وبعد كده راح قالهم له واحدة واحدة بقى. قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهب بالزور. دي وصايا مين دي؟ وصايا موسى. تمام؟ دي الوصايا اللي ربنا اداها لموسى. وقالهم له لألا يظن أن يتحدث عن وصايا مختلفة. قال له وصايا موسى لا تزني لا تقتل. لأن الناس فاكرة أن ربنا يسوع لما جه عمل إيه؟ لغى، غير. ربنا قال له لا استنى، ما ده برضو الراجل ده مش جاي بنية صافية، يعني هو جاي برضو إيه يشوف الدنيا فيها إيه مع ربنا. هو أنا رب أعمل إيه علشان أخش أخذ الحلقة بدية؟ هو فكر بقول لك لا لا انسى بقى، اركن بقى ناموس موسى ده على جنب، وتعالى أنا أقول لك بقى التشريع الجديد. لك ربنا قال له لا حافظ الوصايا. قال له اه حافظ الوصايا. قال له خلاص هدي دخلك السماء. لان في ناس دلوقتي بدأ تهدم كل ما هو قديم. يقول لك لا 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 الكلام ده كان زمان. زمان وفي كلام لزمان وكلام دلوقتي. يقول لك اسمعش تفاصيلي في العهد القديم واحنا في عهد النعمة. هو العهد الجديد جه يلغي العهد القديم؟ يعني حتى المشكلة دي القديس كرولوس واجهها. وبعدين واحد اسمه القديس مرقس الناسك يقول ايه؟ ان السيد المسيح نفسه مختفي في الوصية، فمن يمارسها عمليا يكتشف داخلها. يعني الشخص اللي عايز يقابل ربنا يسوع على كل المجد ويعيش معاه يقابله فين؟ جوه الوصية مش براها. عشان كده ربنا يقول لك ايه؟ يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي. ايه اللي يمجد ربنا؟ تنفيذ الوصية. ليه؟ لان ربنا جوه الوصية مش براها. فعشان كده لما ربنا لما الشخص سأل ربنا قال له اعمل ايه؟ قال له تعمل الوصية. فبعدين الشخص قال له ايه؟ رب انا عملت الكلام ده منذ حدثاتي، يعني من هنا صغير وانا بعمل الكلام ده. الكلام ده مش جديد عليا، انت ما قلتيش حاجة جديدة. يعني اللي انت بتقوله ده انا بعمله. فالانجيل يقول ايه؟ فنظر اليه يسوع واحبه. طب انت رب حبيته ليه؟ رغم ان هو جاي مش بنيه صافيه وهيبان دلوقتي. حبيته ليه يا رب؟ ربنا حب فيه البدايه الحلوه. يعني الشخص ده بدا بدايه كويسه جدا، يعني حفظ الوصايا من هو صغير وماشي فيها، ودي حاجه تبسط ربنا. وربنا حس ان هو كان بينفذها بامانه، يعني ما كانش يعني بيقول له انا عملتها وهو ما عملهاش. لا، ربنا عارف اذا كان عملها ولا ما عملهاش. فتنفيذه الوصيه ده كان نتيجته ان ربنا احبه، لان حس فيه بدايه ايه كويسه ممكن يكمل بيها. لكن ربنا تملي ما يبصش على البدايات، تملي يبص فين؟ على النهايات. هي دي اللي تفرق مع ربنا. ربنا يتبسط منك قوي لو ابتديت بدايه كويسه وتفضل مكمل معاه وتنهي نهايه كويسه، يبقى انت كده تمام. لكن لو بدات بدايه كويسه ربنا يفرح بيك، بس لو ما قدرتش تكمل معاه الحب ده بيروح، ما يبقاش موجود. لان انت بارادتك بتوقف الحب ده، لان انت بتمشي عكس الوصيه، بتمشي عكس ما ربنا بيقولك. وياما ناس ابتدت كويس قوي ونهايتها ما كانتش كويسه، وياما ناس بدايتها كانت وحشة قوي بس نهايتها كانت كويسة. فالمهم ان انا انتهي بشكل كويس. وبعد كده راح ربنا بعد ما سمع الكلام ده، هو قال له ربنا بنفذ الوصايا وحفظها من صغري. فربنا بصب منه وبعدين قال له ايه؟ يعوزك شيء واحد، فضل لك حاجة واحدة بس تعملها تبقى انت كده تمام. طب ايه يا رب الحاجه دي؟ قال له اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. الكتاب يقول ايه؟ فمضى ايه؟ مغتم. يا ساتر، كلمه صعبه قوي. مضى مغتم. يعني الشاب سمع الجمله دي من فم ربنا يسوع المسيح ومضى ايه؟ اغتم. لأنه كان زي إيه؟ أموال كثيرة. أما هو فغتم من القول ومضى حزينا لو كان زي أموال كثيرة. نفس الآية دي، نفس المقولة دي،
سمعها الأنبا أنطونيوس من شماس في الكنيسة. بس عمل إيه؟ راح نفذها في فرح. وده الفرق بين الشخص الروحاني والشخص الجسداني. وصية ربنا للاثنين الشخص الروحاني ياخدها بفرح ويعيش بيها عمره كله، إنما الشخص اللي مرتبط بجسدي بأرضياته شخص جسداني تلاقي الوصية تقيلة قوي على قلبه، مش قادر يعملها. تقيلة ليه؟ لأنك مش شخص روحاني، أنت ماسك في الأرض وماسك في المادة وماسك في تعظم المعيشة، فبالتالي وصية ربنا تقيلة على قلبك مش قادر تعملها. لكن الإنسان الروحاني الموضوع بالنسبة له سهل، أسيب هيحصل إيه يعني؟ هو مش في إيد ربنا؟ هو الغريب هنا إن التلميذ اغتم الحاجة وأغفل حاجة مهمة قوي. أنا مش قادر أتصور هو فهم إزاي تعالى احمل الصليب معايا. المسيح بيتكلم عن حدث قبل الصلب، يعني احنا دلوقتي لما واحد يقول لك ايه احمل صليبك واتبعني، احنا فهمنا يعني ايه حمل الصليب بعد الصليب، فهمنا. انما قبل الصليب الشخص ده فهم ده ازاي؟ يعني الشاب الغني ده فهم الجمله دي ازاي؟ بس هو من واضح ان هو ما ركزش في الجمله دي، لان هو اللي خد دماغه فين؟ الفلوس. ده ربنا بيكلمه في حاجه اكبر من كده، بيقول له ايه؟ بيع مالك وتعالى اتبعني حمل الصليب. عارفين حمل الصليب اللي هو ايه؟ اللي هو اخلاء الذات. يعني ربنا اداله ايه؟ طلبين، قال له بيع فلوسك واديها للناس الفقراء وتعالى اتبعني حمل الصليب. يعني بقول له فلوسك دي اللي انت متعلق بيها اديها للفقراء واخلي ذاتك بقى، تعالى كده ايه زي ما بقول بشنطه هدومك كده، ومن غير شنطه هدومك كمان، تعالى باللي عليك، عايزك بس كده، مش عايز معك حاجه تاني. حمل الصليب هو اخلاء الذات، ترك، اترك، سيب كل حاجة. لكن ما اعتقدش ان الشاب فهم دوت، لانه ببساطة مسك في الفلوس لان دماغه رايحة في الفلوس. موضوع الترك ده موضوع مهم قوي على كل المستويات. يعني تلاقي مثلا ربنا لك ايه؟ ان لم تغفروا للناس زلاتكم لا يغفر لكم ابوكم. يعني اللي مش هيسيب، اللي مش هيترك زلات أخوه ربنا مش هيسيب له. النهاردة جاي يقول إيه؟ اللي هيترك هعوضه. يعني موضوع الترك ده مش مجاني. يعني هو لما قال للشاب الغني ده يروح بيع كل مالك واعطي الفقراء، ما مسكتش، قال له يكون ليك إيه؟ كنز في السماء. قال له أنت ليك كنز في السماء، بس تعمل إيه؟ تسيب شوية الفلوس اللي انت ماسك فيهم دول وانا هديك كنز في السماء. لكن الراجل الشاب رفض، قال له لا، مش عايز يكون ليك كنز. قال له لا، انا مبسوط هنا. تلاقي ربنا يقول ايه؟ الحق اقول لكم، في نفس الانجيل، ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجلي ولاجل الانجيل الا ويأخذ 100 ضعف الان في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأولادا وحقولا وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. يعني ربنا يقول لك لو أنت سبت حاجة أنا هعوضك هنا 100 ضعف وفي الأبدية هديك الحياة الأبدية. الواحد فينا لما بيروح لأوفر ويلاقي باي وان جيت وان فري بيبقى إيه؟ يعني دخل بقى ربنا يقول لك بني باي وان جيت 100 فري، تعمل ايه بقى؟ بس عشان تاخد الأوفر ده لازم تسيب. لازم تسيب. مين فينا قبل الأوفر دوت؟ اول واحد قبل الأوفر ده، في ناس طبعا كتير قبلت الأوفر ده، بس من اشهر الناس اللي قبلت الأوفر ده أنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس قال له انا موافق يا رب، انا هسيب. هتسيب اللي عندك؟ أنبا أنطونيوس كان غني جدا. هتسيب؟ قال له هسيب. ساب فلوس، كان عنده اخت، ساب، حطها في بيت للعزارة وسابها. يعني ساب اخته وساب فلوسه.
وراح قعد في الصحراء. دلوقتي أما أنطونيوس خد 100 ضعف ولا ما خدش 100 ضعف؟ خد أكتر من 100 ضعف. ولاد أما أنطونيوس قد إيه؟ كل الرهبان اللي في العالم كلهم ولاد أما أنطونيوس. أي راهب في أي حتة في العالم ده ابن أما أنطونيوس. سيرة أما أنطونيوس بقت عاملة إزاي؟ لحد دلوقتي نعيد ونتشفع بالأما أنطونيوس. أما أنطونيوس كسب ولا خسر؟ كسب، ما خسرش، لأن اللي مع ربنا دايماً ما يخسرش. نفس القصة قديس مكاريوس الكبير. قديس مكاريوس الكبير الملاك ظهر لوالده، والده كان كاهن، وقال له انت هيجي لك طفل وابنك ده هيبقى كاهن وهيكون ليه ولاد كتير. فلما ابنه كبر قال الملاك قال لي انك هتبقى كاهن وليك ولاد، عشان تبقى كاهن وليك ولاد لازم تتجوز. اه بس انا مش عايز اتجوز. قال له لا بس دي الوصية، الملاك قال لي كده، لأن مازال الفكر محصور في الأرضيات. لكن ولاد القديس مكاريس قد إيه؟ كل في برية شهاد دول ولاد القديس مكاريس. فربنا حقق له الوعد. القديس مكاريس كان غني جدا، كان زي أنطونيوس كده. عمل إيه؟ راح باع كل اللي عنده، مش عاوز. طب أنت عاوز إيه؟ لا أنا عاوز 100 ضعف، أنا مش عاوز شوية الفلوس اللي معايا دول، أنا عاوز 100 ضعف. قديس مكاريوس أخذ 100 ضعف ولا لأ؟ أخذ أكتر بكتير. قدسنا النهاردة قديس أبو سفين مثال عملي جدا للترك. شاب صغير في عز شبابه في منصب قائد قوات، أبوه كان أمير، عنده فلوس، مرتاح، ما عندوش حاجة مضايقاه، مفيش حاجة مضايقاه في حياته. إيه اللي مضايقه؟ رجل غني مرتاح من أصل وفصل، لعيلة كويسة، في منصب كويس، أكيد بيقبض مرتب كويس، عظمة وجاه، ويروح هنا وهنا الناس تمشي وتخدم عليه. لكن لما جه قدام إيمانه لا، حسبت كل الأشياء نفاية، أترك، سيب كل ده، ما يفرقش معايا. ليه؟ لأن أنا بدور على 100 ضعف وعلى الحياة الأبدية. وعلى قد ما نترك على قد ما ربنا يدينا. فتلاقي ربنا في الأبدية يقف كده يقول لك إيه؟ أنت تركت إيه يا حبيبي في الدنيا علشان أقدر أديك هنا في الأبدية؟ يقول لك تركت لأخوك؟ تقول له لا يا رب. يقول لك أنا ما أقدرش أترك لك، مش أقدر أنسى لك خطيتك. ليه؟ لأنك ما سبتهاش لأخوك، لم تترك. طب تركت فلوس؟ لا يا رب، ده أنا طول عمري يعني بجري ورا الفلوس وعايز فلوس وعايز أبقى غني. ربنا يقول له طب أنا ما أقدرش أديك غنى هنا لأنك ما سبتش في الأرض. هل تركت بيوت؟ تركت إخواتك؟ تركت الحاجات دي؟ لا يا رب ما تركتش. ربنا يقول لك طب أنا أديك إيه؟ أنت ما مشيتش في الديل، أنت مش عايز تسيب حاجة، مش عايز تسيب شوية نفاية عشان تكسب حياة أبدية. الشاب الغني والأنبا أنطونيوس سمعوا الآية لكن كان مختلف. وبعدين ربنا يقول إيه؟ يقول لك التلاميذ خافوا، فراح ربنا قال لهم إيه؟ ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. وقال لهم جملة بقى مشهورة، مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. عارفين إيه الجمل ده؟ إيه الجمل؟ أو تكونوا فاكرين الجمل اللي هو اللي يعني قرفتي. الجمل القديس كرولي سيقول الجمل دوت كانت الخيوط الحبال التخينة اللي يستخدموها البحارة في السفن. فين الخيوط الكبيرة دي؟ أو جمل ده بقى بالأوريجينال لانجويج بقى. فيقول لك أنت تقدر تحط ده في ثقب إبرة؟ ما ينفعش، دي قد كده وثقب الإبرة قد كده. لا ربنا لك بقى مرور ده الجمل ده من ثقب الإبرة أيسر من يخش إنسان متكل على ملكوت الله. آخر نقطة أتكلم فيها النهاردة جملة ربنا يسوع المسيح قالها للشاب، قال له إيه؟ يعوزك شيء واحد. النهاردة ربنا بيقول لكل واحد فينا يعوزك شيء واحد. اذهب، كل واحد عارف بقى ربنا هيقول له إيه.
ربنا يقول واحد اذهب صالح اخوك، اخوك زعلان منك روح صالحه. واحد يقول له اذهب صالح مراتك، مراتك زعلانه منك. واحد يقول له اذهب صلي، قال لك سنين ما وقفتش تصلي. يقول الواحد يعوزك شيء واحد، اذهب وبطل العادة السيئة اللي بتعملها، في عادة غلط بتعملها بطلها. اذهب اهتم ببيتك وولادك. كل واحد فينا عارف النهاردة ربنا عايز يقول له اذهب اعمل ايه، انا هسيبها لكم انتوا. ربنا يدينا ان احنا نترك خطايا ونترك عادات سيئة ونترك حب المال ونترك حياه كتير لاجل حياتنا الابديه مع ربنا يسوع على كل المجد، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.